كنا نستمع إليها في الصغر وسط أيضا لغة ثنائية بين العامية والفصحى، ولكننا كنا نذهب بكل الروح والمحبة إلى الفصحى لأن شاعر كبير مثل فاروق شوشة يقدم هذا البرنامج الإذاعي الذي ظل لسنوات يبتذل فيه. ما الذي حدث؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشريات البرامج رائعة يعني برضو. لا نسيت هالشكل وقبل ما يعني تحية واجبة لجبهة واللجنة، جبهة حماة اللغة العربية ولجنة حماية اللغة العربية. نرحب بالدكتورة ثريا العسيلي في منصة تزدان بها، وحي الصديق أحمد موسى الدكتورة هدى عطية، والصديق الدكتور عيدي علي جمعة الأستاذ سامع الصبور على ما يقومون به من جهد حميد، ومعهم الأستاذ عزة أبو العز والأستاذ أسامة عيد. هذه الكوكبة التي نظرت جهدها من أجل الارتقاء باللغة العربية عبر الندوات وعبر الورش المتعاقدة. فيما يتعلق بسؤال الدكتورة هدى، سألت هل هناك برامج تخلف لغتنا الجميلة، وكأن لغتنا الجميلة قد ذهبت. أطمئنك أولا وأطمئن الجميع إلى أن برنامج لغتنا الجميلة ما زال يباع إلى الآن في موعده التاريخي في 11:50 مساء كل يوم. وبالتالي الذي حدث أننا أضفنا إلى لغتنا الجميلة برامج أخرى إلى جواره، سواء في ميدان اللغة أو في ميدان الشعر أو في ميدان النقد أو في ميدان التراث، لأنه أنا يحلو لي دائما أن أقول لا نتعامل مع البرامج بشكل فردي، لكن نتساءل ما الذي ينبغي أن تغطيه البرامج الثقافية من محاور. لدينا محور اللغة، كان لدينا قل ولا تقل ما زال مستمرا، أضفنا إليه ومضى لغوي. ماذا نقدم في ميدان القصائد؟ كانت لدينا قطرات الندى، أصبح لدينا قطرات الندى وإلى جوارها أحلى الأشعار. ما الذي يقدم في ميدان عيون القصائد؟ كان لدينا لغتنا الجميلة، الآن لدينا لغتنا الجميلة وإلى جوارها أوراق لها قلوب التي تحاول أن تغوص خطوة أكثر بألا تكتفي بعرض القصائد، وإنما تقدم قراءة نقدية سريعة في هذه القصائد. وعلى هذا النحو نسير في كل المحاور، المحور العلمي، المحور التراثي، المحور الفكري، حتى المحاور المتعلقة بالفنون كالفن التشكيلي مثلا. أصبح لدينا الرسم بالكلمات الذي يزاوج ما بين الفن التشكيلي والشعر والموسيقى. أصبح لدينا في ميدان القصة هذه قصتي. أصبح لدينا في ميدان الفنون كاميرا وقلم التي تعرض للروايات الأدبية الشهيرة التي تحولت إلى أعمال سينمائية، وهكذا. البرامج الثقافية عامة وفي إذاعة البرنامج العام بشكل خاص تحاول أن تغطي المحاور كافة، هذه المحاور التي تنضوي تحت العلم والأدب والفكر والفن بكل فروع هذه المحاور العامة. حضرتك كان دائما منذ نشأة لجنة حماية اللغة العربية وأنت ضوء ناضد لهذه اللجنة، لكن دعني أقول أن هؤلاء الذين يتصدرون الأشياء حينما يأخذون مسافة وينبغي أن نقيم المسافات يبدأون في تقييم ما كان يفعله. كيف ترى الآن لجنة حماية اللغة العربية وباعتبارك السيد حسن الشاعر والإذاعي وهذا الذي قاد
لجنة حماية اللغة العربية لفترة من أزهى الفترات، كيف ترى سبل التوصية لمد جسور التعاون بين حماة العربية وأصحاب حماية العربية؟ أولاً، عندما صارت هناك مسافة مفترضة وليست مسافة حقيقية بيني وبين لجنة حماية اللغة العربية، أدركت كيف أن ما تعلمناه في شعبة شعر الفصحى كان مفيداً، لأني كنت محظوظاً بأني كنت مقرراً لشعبة شعر الفصحى حين كان رئيسها الشاعر والإعلامي العلم زينهم البدوي، وساعدني في أن نرسي لوناً من ألوان القيادة الجماعية. أشهد أنه لم يتعامل يوماً باعتباره رئيساً، وإنما كنا نتعامل باعتبارنا فريقاً. هذا ما حاولت أن أنقله إلى لجنة حماية اللغة العربية. لذلك عندما كنت رئيساً للجنة كان يقودها بالفعل دكتورة هدى عطير ودكتور عيدي علي جمعة والأستاذ أحمد موسى، وبالتالي ابتعادي الافتراضي عن هذه اللجنة لم يؤثر شيئاً، بل أتاح الفرصة لأن يدخل دم جديد اسمه ابتسام عبد الصبور لكي تزداد المسيرة تألقاً. لجنة حماية اللغة العربية وجبهة حماة اللغة العربية بينهما آفاق مشتركة كثيرة جداً. إذا أضفنا إليهما مؤسسات في حجم مجمع اللغة العربية وفي حجم كليات اللغة العربية في جامعة الأزهر، كلية الآداب في عين شمس، كلية الآداب في القاهرة، كلية دار العلوم، كل هذه المؤسسات سواء الرسمية الأكاديمية أو المؤسسات المدنية لابد أن تتكاتف. وأذكر أن مشروعاً مؤجلاً بين لجنة حماية اللغة العربية ومركز الدراسات اللغوية في جامعة عين شمس في سبيله إلى التحقق، ومن حسن حظنا أن دكتورة هدى وهي في لجنة حماية اللغة العربية هي التي ترأس المركز في جامعة عين شمس، وبالتالي لابد أن تمتد الجسور وأن تكون هناك أنشطة كبيرة. أنا أقول دائما إذا كان العزف المنفرد جمال إبداع فإن للعزف السيمفوني جلال الاكتمال. نريد عزفا سيمفونيا يؤكد جلال الاكتمال بحيث يشعر المجتمع بأن هناك يعني أوركستر متكامل يسعى إلى دفع اللغة العربية إلى أعلى، إلى مكانها المستحق. يشترك فيه مؤسسة بضخامة وتريث وهدوء مجمع اللغة العربية، ومؤسسات بحيوية وتدفق ورشاقة جبهة حماية اللغة العربية أو لجنة حماية اللغة العربية، وشباب اللغويين في ميدان الدراسات الأكاديمية في الجامعات. والحقيقة نحن معظوظون في لجنة حماية اللغة العربية بأن جناحاً مهماً من أجنحة اللجنة كان يمثل جامعة عين شمس، وأن جناحاً آخر دكتور عيدي علي جمعة يمثل الجامعات الخاصة في مصر. أضف إلى ذلك الأستاذ أحمد موسى وهو الشاعر المشارك في عدد كبير من الجمعيات الأدبية والثقافية، وأستاذ ابتسام في وزارة التربية والتعليم. إذن نحن نضع أيدينا في مؤسسات المجتمع كافة، وهذا يتيح لنا قدرة أكبر على التحرك. أرجو أن نستثمرها، مؤتمرات مشتركة، نزول إلى الجامعة، الدخول في نشاط الجمعيات الخاصة. أنا أحيي جدا 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 فكرة الورش الأدبية واللغوية التي نشأت مع أستاذ زينهم البدوي عندما كان رئيسا لشعبة شعر الفصحى، وما زالت مستمرة إلى الآن مع أستاذ أحمد موسى. لماذا؟ لأنها تتعامل مع قادة الرأي بدلا من أن نتعامل مع
المتعاملين مع اللغة فرادى، نحن نتعامل مع الأدباء الذين لكل منهم آلاف القراء أو على الأقل مئات القراء. فعندما ننهض بمستوى هذا الأديب كأننا نرقى بمستوى آلاف القراء الذين يقرؤون له. شكرا أستاذ سيد، ودعونا نترك الكلمة والميكروفون لأحد أعلام جمعية حماية اللغة العربية، وقد التقيت به من سنوات في حديقة الطفل بالسيدة زينب، مما يشير إلى أن دور حماة اللغة العربية لا يقتصر على الأماكن المغلقة، وإنما هم يحاولون مد البصور.